بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وإخواتي في الله وزملائي الأحباء وأصدقاء الأجلاء أينما كنتم، عسى أن تكون أنتم إن شاء الله في صحة وعافية ودائما إن شاء الله في طاعة الله ومحبة رسوله. آمين آمين يا رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، الفيديو إن شاء الله سوف ستشاهدون أنتم بعد هذا مجموعة من مجموعات أحمد أصفر من ماليزيا، فتعالوا إذن نستمع ونستمتع ونشاهد إلى تلاوة القرآن الكريم الرائعة الجميلة المتمكنة من لأداء أحمد أصفر الفائز بمسابقة مزامير داود العام 2022 ميلادية. أول ظهور أحمد أصفر، يعني الأداء الأول لأحمد أصفر من ماليزيا، يقرأ سورة الأنعام من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وكان الأداء الثاني لأحمد أصفر في الدور ربع النهائي يقرأ سورة الأحزاب من الآية 63 إلى الآية 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إن وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين
خالدين فيها أبدا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيها. يا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
والأداء الثالث لأحمد أصفر في الدوري نصف النهائي يقرأ سورة الإسراء من الآية 78 إلى الآية 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. Sir.
وهذا الأداء الأخير لأحمد أصفر من ماليزيا في هذه المسابقة، وهو يقرأ سورة الفرقان ابتداء من الآية 21 إلى الآية 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يومئذ الحق لله
صدق الله العظيم.